نادي الأهلي نادي عظيم وصرح كبير جدا ودايما في تقدم وازدهار، وإن شاء الله بإذن الله نحتفل بالمئوية قريب تاني وتالت وعاشر، والأهلي يفضل على طول صرح كبير ويطلع أجيال، وإن شاء الله بإذن الله نحتفل قريب بالحداشر. 115 سنة إنجازات، 115 سنة بطولات، 115 سنة تطوير مبادئ نادي المبادئ النادي الأهلي، الأول أفريقيا ملك أفريقيا، 115 سنة مزيد من النجاح والتقدم. كل سنة والنادي الأهلي دايما صاعد للبطولات، ودايما نادي القرن الأفريقي، ودايما صاحب تصنيف عالمي، ودايما نادي رقم واحد في الوطن العربي في أفريقيا بإذن الله تعالى. جهود كويسة بتتعمل، لإنجازات كويسة السنين اللي فاتوا دي. احنا عدى ايه دلوقتي؟ عدى العيد الفضي والذهبي والماسي، عدت دي من سنين لما بقينا 115 سنة. نادي الأهلي المصدر الفخر لينا ومصدر العزة لينا على مستوى كل حاجة، مش على مستوى كرة القدم ولا على مستوى الرياضة بس. طبعا غير ان هو الحاجة تقريبا الوحيدة اللي بتفرحنا في مصر طبعا في الناحية الرياضية، يعني هي اكتر انجازات واكتر بطولات النادي الاهلي. يعني كل سنة وهو مفرحنا، هو أعظم نادي في أفريقيا والشرق الأوسط كله. كل سنة نادي الأهلي طيب، ودائما الحاجة الوحيدة بتفرحنا في مصر بالنسبة للرياضة، نادي كبير، إنجازات كتير، مبادئ، القيم، الأخلاق، كل حاجة تلاقيها في نادي الأهلي. مبروك للنادي الأهلي على 115 سنة. النادي الأهلي نادي المبادئ، نادي الأخلاق، نادي القيم، من أحسن أفضل الأندية في مصر. كل سنة والنادي الأهلي طيب وكل أعضائه طيبين وجماهيره. والنادي الأهلي بالنسبة لنا مش نادي، ده بيت اتولدنا فيه وتربينا فيه، وإن شاء الله أولادنا وأولاد أولادنا يتربوا فيه. كل سنة طيب يا أهلي، 115 سنة يعني هما بينجحوا وبيكسبوا وكده، وبحب الأهلي جدا. كل سنة أنت طيب يا أهلي، 115 سنة بطولات يا أهلي. كل سنة طيب يا أهلي، بحبك يا أهلي. كل سنة وأنت طيب يا أهلي. كل سنة وأنت طيب يا أهلي. كل سنة أنت طيب يا أهلي. 115 سنة بطولات يا أهلي.